أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين سجلت نقلة نوعية متميزة في ملفها الحقوقي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال العسومي خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العربية بالقاهرة إن جلالة ملك البلاد المعظم أصدر قبل 5 سنوات قانون العقوبات البديلة، مشيرا إلى أن البحرين اليوم تشك على تنفيذ مشروع وطني وحضري جديد، وهو برنامج السجون المفتوحة، بما يؤكد أن حقوق الإنسان ممارسة نابعة من الإطار الوطني، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عكس الرغبة الملكية الصادقة بالاهتمام في الملف الحقوقي. وفي تجربة عربية أخرى سجلت مملكة البحرين نقلة نوعية في ملفها الحقوقي على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل النهج الإنساني والفكر الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه. فقبل 5 سنوات أصدر جلالته قانون العقوبات البديلة والتي استفاد منها حتى اليوم ما يزيد عن 4000 شخص، وها هي البحرين اليوم توشك على تنفيذ مشروع وطني وحضاري جديد وهو برنامج السجون المفتوحة والذي تتبناه وتنفذه وزارة الداخلية بوعي ومهنية، بما يؤكد أن حقوق الإنسان ممارسة نابعة من الإطار الوطني قبل أن تكون شعارا ووسيلة للضغط على الشعوب. الأمر الذي يستحق توجيه التحية لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظ الله على الإصرار على الإنجاز الحقوقي رغم التحديات.